اول سؤال وصل لنا بيقول لي عندي 73 سنه ما شاء الله شاب يعني ومريض لا استطيع المشي والذهاب للمسجد للصلاه فهل علي إسم ابدا لو كنت متعود ان انت بتذهب الى المسجد فبشارك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الانسان يكتب له ثوابه معافا صحيح اذا كان مريضا او مسافرا فمعافا مقيم إذا كان مريضا أو مسافرا فثوابك إن شاء الله تأخذه كاملا وأنت ما عليكش اسم ليه طيب ما عليكش اسم عشان حاجتين الحاجة الأولانية إن الصلاة في المسجد من قبيل السنة المؤكدة سنة يعني مستحبة يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه مؤكدة يعني إيه لم يتركها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا فالصلاة في المسجد دي من السنن المؤكدة ولكنها ليست إيه ليست واجبة وده شيء مهم جداً لازم تعرفه الأمر الثاني أن الشرع الشريف حتى في الواجبات خفف على أصحاب الأعذار وهل كبر السن وهل المرض عذر بلا شك طب أصحاب الأعذار عندهم إيه؟ عندهم بشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه البشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات مرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خارج مع الصحابة إلى غزو فوقف كده مع الصحابة وقال لهم ما سرتم مسيرةً أو قطعتم واديا إلا كانوا معكم مين دول أناسا بالمدينة إن أناسا بالمدينة ما سرتم مسيرة أو قطعتم واديا إلا كانوا معكم كانوا معنا قالوا وهم بالمدينة يا رسول الله قال وهم, وهم بالمدينة حبسهم العذر فتعلمنا أن أصحاب الأعذار عارفين ليه لأن على فكرة الثواب الثواب دوت برضو لازم هنا ديت الفكرة اللي أنا كنت لازم أقولها لك اقولها لحضرتك ايه اللي انا عايز اقوله لحضرتك بالله عليك شيل من دماغك ان ربنا سبحانه وتعالى بيعاملك معامله الايه معامله السوق مفيش سوق بيننا وبين ربنا مفيش تجاره بيننا وبين ربنا في فضل فالحسنات اللي ربنا هيديها لك والعطيه اللي ربنا هيديها لك هيديها لك بمحض فضله يعني ما نعملش العمل الصالح لا يبقى انت ما فهمتش كلامي انا مش عايزك تترعب ولا تتوسوس ولا تحس ان انت خلاص ضع ابدا انا عايزك تتفرغ ان انت تصبر على مرضك وتترك عطاء الله لله تترك عطاء الله لكرمه واصبر على مرضك لان صبرك على مرضك دي عطيه فوق العطيه يبقى انا عايزك بس تقتنع بده وتعيش بيه لان لو عشت بيه ده هتجد فتح كبير وتجد ساعه كبيره في قلبك وشرح لصدرك ان شاء الله